الهاتف معانا ست لواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد يعني منورنا النهارده في اخبار اون تايم. ربنا يخليك يا شيما، مساء النور، سعيده جدا بوجود ودايما حضرتك. بسعد باللقاء معاكي ودايما متالقه كده بالعالم. اشكرك يعني اكيد ربنا طبعا يخلي حضرتك. سعيده جدا بوجود حضرتك معايا. ربنا يخليك. خليني كده في البدايه اسالك عن وضع فريق البنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي. يمكن شايفين ان البنك الاهلي دلوقتي في المركز ال 13، ويمكن احنا في الجوله ال 13. هل حضرتك راضي وبنسبه قد ايه عن اداء البنك الاهلي وعن المستوى اللي هو فيه حتى الان؟ شوفي طبعا يا شيماء، مبدئيا طبعا مش راضي خالص، يعني ما فيش اي نسبه رضا، لكن نشوف ايه الاسباب. يعني احنا البدايه عندنا ما كانتش قد كده، لان التدعيمات اللي جت يمكن ما خدتش فتره طويله في الاعداد عشان تنسجم مع الفريق. صحيح. بعد كده بدانا يعني القصه بتاعت تغيير الجهاز الفني. طبعا كابتن حلمي مدير فني قدير، الفكر مختلف عن فكر الكابتن خالد جلال. بالتأكيد اللعيبة برضو هتاخد وقت شوية على أساس إنها يعني تبدأ تستوعب فكر الكابتن حلمي، لكن يعني اللي مطمنا إن الحمد لله يعني الفريق صحيح القوام بتاعه الأساسي فريق ممتاز، لعيبة كلها خبرات، أكيد لعيبة عندها دافع. صحيح. كل المنظومة بتاعت كرة القدم في نادي البنك الأهلي من إدارة ولاعبين وجهاز فني على يعني على التنسيق مستمر، وكلها بتعمل في صحيح اطار النسق الواحد، حقيقي وان شاء الله ده يمكن حقيقي يخلينا نطمنا شويه صحيح. زي ان كمان شاء ما الله. حضرتك قلت، كمان مع وجود كابتن حلمي على راس يعني الجهاز الفني، فده اكيد طبعا هيفرق الفتره اللي جايه مع نادي البنك الاهلي. لان احنا طبعا يعني انا مهما اتكلمت عن كابتن حلمي طول، انا بصراحه الكلام مش هيوفيه ابدا، لا طبعا، بس لا قد طبعا ايه هو مدير فني قدير، بيعرف طبعا، مدير فني يتعامل مع قدير كل لاعب وخبرات. على حده، وكمان التعامل النفسي مع اللعيبه ده بيفرق بنسبه كبيره جدا جدا بالظبط جدا يا شيخ، بالظبط في النتائج. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، يمكن انا يعني متفهمه جدا الكلام بتاع حضرتك انك مش راضي عن المستوى او عن المركز اللي بيقع فيه دلوقتي نادي البنك الاهلي، لان في بدايه الموسم ده حضرتك صرحت واتكلمت وقلت انا هدفي اني اكون في المربع الذهبي. طبعا. طيب احنا الشغل اللي عملناه كاداره وتدعيمات، والشغل اللي عملناه صحيح قبل يعني بدايه الموسم، كان لازم يعني يؤدي الى الطموح بتاعنا يتحقق. صحيح لكن احنا لسه قدامنا يمكن خمس ست ماتشات في الدور الاول، قدامنا 17 ماتش في في الدور الدور الثاني، الثاني، هل في يعني امل عندنا لسه لسه من حوالي وجهة نظر محاولات. حضرتك؟ في امل نعم. لسه من وجهة نظر حضرتك انه طبعا ممكن احنا البنك عندنا لسه الاهلي يا جماعه، ينهي عندنا حوالي الدوري في سبعين، المربع الذهبي في ظل طبعا المنافسة الشرسة اللي موجودة دي؟ طبعا عندنا 70 نقطه، لكن الامر ده مش هيجي بسهوله. الدوري السنه دي صعب جدا جدا جدا، جدا وحضرتك شايفه جدا. محدش يقدر يقول ان انا صحيح يعني ينخدع لفريق بيلعبه في موقعه في الجدول، حقيقي لان طبعا الفرق كلها ما بتقدريش تضمن النتائج، وعندنا امثله وعندنا يعني شواهد على الكلام ده. فطبعا الكلام ده مش هيجي من فراغ صحيح الا بالقتال والمحافظه على كل نقطه، وان شاء الله يعني لسه فاضل لنا 70 نقطه في الدوري تقريبا، ان شاء الله باذن الله نقدر صحيح. برضو ان احنا نحقق طموحنا السنه دي ان شاء الله. طيب ست لواء، يعني احنا دلوقتي في الميركاتو الشتوي والكلام طبعا ما بيخلصش ابدا، والاشاعات كمان ما بتخلصش عن الانتقالات، مين قاعد كالعاده ومين كالعاده. ماشي. فخليني ابتدي يعني مع حضرتك بالسؤال عن مين الاقرب ان هو يرحل عن صفوف البنك الاهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، وبعد كده اسالك عن الصفقات اللي كتير سمعنا عنها الفتره اللي فاتت دي. حضرتك مبدئيا ما فيش حد هيرحل عن الفريق عندنا. احنا محافظين على القوام الاساسي بتاع الفريق. عندنا طموح واحنا بنبني، وكل عنصر عندنا يعني بيساعد في الوصول للطموح. مش من المناسب ان احنا مع الكلام دوت ان احنا نستغنى عن حد من عندنا. صحيح. بالنسبه صحيح. للاضافات ان شاء الله احنا يعني من ساعه ما جه كابتن حلمي يعني ماتش كل يومين ثلاثه. صحيح. فان شاء الله احنا بعد ماتش الداخليه، عندنا الداخليه بعد بكره، وكنا بنلعب امبارح، فان شاء الله يعني هنقعد مع كابتن حلمي، لان عندنا تقريبا 8 ايام ما بين ماتش الداخليه وماتش الاتحاد اللي بعده. فان شاء الله هنقعد معاه ونشوف يعني ايه. يعني ما فيش لعيبه كابتن حلمي طلبهم يعني بالاسامي لحد دلوقتي لسه لا لا هتقعدوا لسه لسه وتتكلموا؟ ان طيب شاء الله بعد ماتش الداخليه باذن طب الله. ده برضو ياخدنا لسؤال عن ايمن اشرف وكريم الدبيس لعيبه النادي الاهلي، هل في فعلا مفاوضات؟ هل في فعلا كلام؟ هل في خط تواصل ما بينهم او حتى ما بين الوكلاء بتوعهم؟ ما فيش، هو لسه في يعني كلام بالنسبه لايمن اشرف بس،
بالنسبة لأيمن أشرف، اه يعني الكلام ده وصل لغاية فين؟ هل كلام وكلاء بس؟ هل الموضوع دخل يعني في الجد؟ هل في كلام مع النادي الأهلي مباشرة ولا لأ؟ اه ما فيش لسه، احنا بس عايزين نعرف وجهة نظر إدارة النادي الأهلي في في الموقف التفريط بالنسبة له، فيه. هل هو مستمر، هل هو هيطلع إعارة، هل هو ممكن إن هم يبقى في فرصة للشراء، يعني لسه ما خدناش الرد منهم. طيب سيرجي أكا لاعب فريق الجونة، هل في فعلا كلام على انضمامه لفريق البنك الأهلي؟ هو في كلام بس لسه القرار النهائي هيكون لكابتن حلمي؟ للكابتن حلمي، هيكون صحيح. للكابتن حلمي. وانا بشوف ان ده دايما بيكون هو الافضل، لان هو المدير الفني هو اللي بيكون اه عارف طبعا هو كويس هو ادرى ايه الناس احتياجاته، صحيح؟ وهو يعني احتياج عكس لما الفريق. هو يجي ويلاقي اه فريق خلاص تم بالظبط تكوينه وانتهت فتره الانتقالات، فاكيد طبعا الافضل ان هو اللي يكون ليه الانبوت بالظبط. الاكبر وبعدين هو في برضو الفرصه الاختيارات. ان هو جاي مواكب للانتقالات بتاعت يناير، فطبعا هو صاحب القرار الاول والاخير صحيح. في مين اللي ممكن ينضم الينا يعني. أكيد. ست اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أكيد نورتنا النهارده في أخبار أون تايم، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى وقتك، وأكيد طبعا يعني بتمنى لك يوم سعيد النهارده، وبتمنى لفريق البنك الأهلي أكيد كل التوفيق في مشواره اللي مكمله في الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية.